سلام البنات، الوصفه تاع اليوم كيف ما كتشوفوا هي القراشل ولا القرص، كل واحد كيفاش كيسميهم. اللي كيجونا هكا خفاف، هادو راه باقيين سخونين وكنفشفش فيهم، والداخل هانتم كيف ما كتشوفوا كيجوا بهكا غزالين. وبطبيعه الحال كنصوبهم بالروبو، غير هي حاجه نعاود ناكد عليها قبل ما تبداو انهم قبل ما ندخلهم الفران خاصنا نخليهم يخمروا واحد شويه، ونهب نضربوهم بيدينا هكا باش يهبطوا، ما يجوناش بحال البواقات هكا مقبقبين وما يتفرقوش لينا في الطياب. هذه هي اهم نقطه بغيت ناكد عليها. والعجينه كتجي كتلصق ماشي ثقيله، وكتجي سايحه بلوتو كو ثقيله. المهم غادي تشوفوا كل شيء في لا فيديو، نتمنى الفيديو يعجبكم، تبعوا لي زيتاب. يلا اول حاجه غادي نبداو بها باش نسهل عليكم الخدمه، وبلا ما نبقاو نديرو الميزان غادي نخدمو بهاد الغلاقه، غادي يكون الشغل بها اسرع وبلا ما نبقاو نعبرو. يعني هاد الغلاقه غادي نديروها جوج المرات على حد 100، نعمروها بالماء هكا واحد، ونخوف الروبو جوج. هي غادا تجي 200 غرام، يعني اللي بغى يخدم بالميزان هي 200 غرام تاع الماء. فوالا غادا نزيدها 200 غرام ديال الحليب باغي، انا كنخدم بالدوزور هكا باش ما بقاش كل ساعه نتوشي في ليكرون. ها هو هكا واحد جوج، يعني 200 غرام تاع الماء و 200 غرام تاع الحليب هكا. غادي ناخذ الخميره، ناخذ معلقه كبيره، وهذه كيف ما كنقول لكم ديما كتحط في الجنب ماشي على الموس هكا. وغادا نزيد هذا اشنو غادا نزيد، غادا نزيد هنا غادي نرجع للميزان بحال هكا باش نعبر سنيده. غادا ندير 120 غرام تاع سنيده، وتقدروا ديروا قل، انا غادي نحبس في 100 غرام، ما كنبغيش انا الحلاوه بزاف، وانتم تقدروا تمشوا حتى ل 120. ابخي الا بغيتوا تضبلوا المقادير يعني غادي تضبلوا هذا الشيء كامل اللي درت دابا. فوالا هاد هكا غادي تخرج لي واحد الكميه متوسطه، بقيت كنهضر وصلت 120، كنت باغي ندير غير 100. المهم ريجيم شاق، ما هي درت 120. دابا شنو غنديروا، غادي نسد على هاد الشيء هكا، وغادي نجو هنا درجه الحراره 37، مده شحال دقيقه، والفيتاس جوج، وغادي نديماريو. الخميره والسكر دفاو ليا، هاد المرحله كنديروها باش ديك الخميره دغيا كتفاعل. دابا غادي نحتاجو معلقه تاع الزبده اولا المارغارين، يعني تقريبا واحد 30 غرام اللي كيدير العبارات. انا عيني ميزاني، هاد الكميه انا غادا تكفيني، غنحطوها هنا بحال هاد الشكل. غادي نزيد عليها الفاني، ونزيدو قبسه تاع الملح دائما تاهي في الجن. غنعاودو نسدو على هاد الشيء بحال هكا، غنديرو درجه الحراره 45، الفيتاس جوج، مده دقيقه بحال هكا، ونديرو ديماري. هنا كيف ما كتشوفوا الزبده كتعود هكا دابت لينا، ولكن انا حيتاش ديجا مخرجاها قبل، يعني راه ماشي جبتها من الثلاجه نيشان حطيتها في البول، ديجا كانت شويه مطلوقه. فوالا وفي هذا الكاس غادا نزيد عاوتاني حتى ل 100 الزيت النباتيه اللي غادي نضيفوها للخليط ديالنا. فوالا نعمروها حتى ل 100 بحال هكا، نخوها فوالا، نضيفو بيضه حتى هي هكا،
غادي نسدو على هذا الشيء بحال هكا، نديرو 10 ثواني فيتاس نمره 4 وغادي نديماريو. دابا غادي ندوزو للدقيق، غادي نحتاجو تقريبا واحد ما بين 500 حتى 700 غرام على حسب النوعيه تاع الدقيق ديالكم، يعني واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا دابا غادا نبدا اوليا غادا نبدا بواحد 500 غرام. غادي نمشي للميزان، دير واحد المعلقه صغيره تاع الخميره ليفيغ شيميك هكا، طبعا بحال الدقيق كنكونو غربلناه، انا هنايا كنغربلو نيشان يعني ما كنحتاجش نغربلو قبل. المهم حتى كنوصلو ل 500 غرام، هنا وصلت ل 500 غرام، غنسد عليها، غنجو هنا غنبشو الملاكسي ما هي، غنديرو سويفون نغركو على لا فليش، وهنا غادي نبقاو في 45 ثانيه وغنديروا ديماري. هذا كتخلط اولي يعني اول تخليطه حتى مازال غادي نزيدو. فوالا ملي خلطنا التخليطه الاولى غادي نرجعوا للميزان، حيت غادي تطلعوا على العجينه تلقاها باقا سايحه، اذا غادي نزيدو، نبداو بواحد 150 غرام زياده، حيتاش انا باقا مرخيه بزاف، مي انا عارفه كما قلت لكم في الاول كتهز ما بين 600 و 700 غرام، ها هي 105 ندير حتى 150 غرام هكا. علاش ما كنديروش كلشي من الدقه الاولى؟ حيتاش باش داك التخلاط يتخلط مقاد وما نهلكوش عاوتاني تاربو في داك لا بويسونس، ما نحطوش عليه كلشي دقه وحده، ضروري ما نديرو تدريجيا، وحتى في العجينه كتجي مزيانه ما كتجيناش بحال محجره هكا. وغنعاودو على 45 فيتاس نمره 4. هنا كيف ما كتشوفوا عادت هكا بحال هذا الشكل هكا. دابا غادا نزيدها 50 غرام، يعني اون تو بهاد المقادير غادا تهز ليا العجينه 700 غرام، غادي نزيدو 50 غرام، وبطبيعه الحال في نفس البروغرام اللي غنوريكم اللي ما شافش كيفاش نديرو ليه كتمشوا لهنا، ديجا وريتو ليكم بليزيوغ فوا مي معليش، فوالا غتمشوا لهنا كتمشوا للمالاكسي هكا كتوركو على لا فليش، ها هو عندكم البروغرام تاع العجينه. دابا غادا نسد عليها وندير ديماري لاخر مره. نمشي للميزان، عندي 50 غرام، غنسد عليها نمشي اوتو مالاكسي. ها هو ديجا عندنا البروغرام قد 45 ثانيه فيتاس 4 ديماري. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه كتعود عندنا بحال هذا الشكل، هي راه كتجي مطلوقه راه ما كتجيش قاصحه، كتجينا بحال هذا الشكل. دابا غادي نخلوها تستراح واحد المده تقريبا واحد 20 حتى 30 دقيقه، وهلي غادي نرجعوا نخدموها. كنخلوها في لو بول يعني تستراح لينا في لو بول. كيف ما شفتوا هنا هي العجينه طلعت لي حتى للفوق، يعني هي كانت فيها تقريبا ربع تاع الروبو، ودابا طلعت لي خمرت مزيان وطلعت، خليتها تقريبا هنا مده نص ساعه. ولكن اللي خاصو تعرفوا انه دابا هاد الوقيته الحال عندنا سخون، انا ساكنه في السود ديال لا فرانس وعندنا الحال فريمون سخون، هذاك الشيء علاش دغيا طلعت. بالنسبه لكم راه تقدر تشد اكثر، يعني المده تقدر تكون ما حتى ل 45 دقيقه سي بوسيبل، المهم عندنا هو خاصه فريمون العجينه ديالكم تطلع لكم مزيان بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه. هنا خديت واحد الزلافه درت فيها شويه تاع الزيت، انت هاد العجينه كتكون كتلصق، غادي نجبدوها بحال هكا. ولكن قبل ما نجبدوها ندهنوا شويه هاد لو بلون دو طرافاي هكا بشويه تاع الزيت بحال هكا، وغادي نجروها بالسباتول حتى كتهبط كامله. فوالا
في هذه المرحله كنزيدوا الزرارع. الزرارع يعني كيبقاو اختياريين، غادي نهزو الزيت ندهنو به يدينا بحال هكا، وغادي نبداو نخلطو هذوك الزرارع، ومنها اومين طون كنحيدو الهواء من العجينه. هاد الزرارع يعني اختياريين، اللي بغى يديرهم يديرهم، اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش. المهم خاصنا نخوها من الهواء، ماشي نبقاو ندلكو فيها، المهم غير ترجع لينا عاديه وهي راه كتلصق. هذاك الشيء علاش من الاحسن ديروا الزيت في يديكم باش ما تعذبكمش، ما تبقاوش مضاربين معاها. قد ما جات طريه قد ما هذوك الكراس اللي غنصاوبو غادي يخرجوا لينا مزيانين. فوالا بحال هكا هكا راه مزيان، هذا الشكل مجموعه هكا مزيان، هاو راه كتلصق ولكن مجموعه، يعني راه ما تخافوش منها في الاول الا بانت لكم بحال مسيحه، راه مع الخمير وهذا ها هي كتعود لينا مجموعه. وكيف ما كتعرفوا العجينه تاع القراشل هكذا ولا القرص كل واحد اش كيسميهم كتكون ديما مرخوفه، راه ما كتجيش قاسحه. ودابا غادي نبدا غنستعمل الروبو في واحد الحاجه كنت ديجا وريتها لكم، ولكن هاد تستغلوا الفرصه وميم طون باش تطلق يديكم في المانيبيولاسيون. غنوريكم دابا باش غادي نقطع غادي نعبرهم. كيفاش غادي نعبرهم؟ كيف ما كتشوفوا درت هذاك التبصيل، وهاد الطريقه ديجا وريتها لكم في الفيديو اللي فيه استعمالات تاع الروبو. ها هو التقليب مع عندي البلون طرافاي ماشي ستار. المهم التبصيل ندهنو تا هو بشويه تاع الزيت هكا، وغادي نديرو نوركو على الميزان بحال هكا، وغادي نبداو نشدو العجينه بحال هكا، نديرو كويرات. هاد العمليه غير باش يجونا الكوارين قادين، اللي عندك ديك القضيه عينو ميزانو هادي كبيره بزاف. انا ندير تقريبا الكواري فيهم واحد 120 غرام باش ما يجونش مع الطياب، راه كيطلقو مازال. اللي كي عندو عينو ميزانو كان احسن، 140. المهم انا غادا نبقى غادا 120 فوالا. ايوا وهذا فوالا 125 تاهي مزيانه. كيف ما كتشوفوا انا هاد الطريقه هاد العمليه نتوما ما محتاجينش، اللي كيعرف يدير ما محتاجش يديرها. انا غادي نشدهم نكورها بحال هكا باش تجينا كويره مقاده، غادي نبسطها في يدي بحال هكا، وغادي نحطها في الطاوه، وغادي نكمل بنفس الطريقه العجينه اللي باقا ليا. من بعد كيف ما كتشوفوا ها هما قاديتهم، كنضربوهم بيدينا هكا باش كنهبطوهم شويه، ماشي كنقارصوهم، غير ديك القبه اللي كتكون باقا فيهم كنهبطوها هكا بيدينا باش ما يتشقوش في الطياب هكا. المهم انا خرجوا ليا 1 2 3 4 5 6 7 10 11، خرجوا ليا 10 الحبات تاع 120 غرام، وهاد الحبه الصغيره خليتها هذه فيها 90 غرام هكا. المهم هادشي انا خدمته بالعبار، وكل واحد يدير اللي بغى. المهم عندي تعرفوا الطريقه كوم دافيتيد. فوالا في هاد الاثناء غادي نغطوهم، وغادي نحلو نشعلو على الفران على 170 درجه، ونخليهم يخمروا تقريبا واحد مده 10 دقائق، وغادي ندوزو من بعد المرحله اللي غنديرو لهم قبل ما ندخلهم الفران. هنايا ها هما خمروا ليا شويه في هاد الغيسيبيون، درت صفر بيضه وتقريبا نص معلقه من الكافي سوليول ولا القهوه سريعه الذوبان. فوالا كنخلطهم حتى كيعودوا لينا بحال هاد اللون هكا. دابا كندوزو على الكراس ديالنا بحال هكا من جميع الجوانب، هادو لي ظاهرين، وبطبيعه الحال كندردرو عليهم الجنجلان من الفوق. الواحد عرفتو في المخبازات هذا كنلقاو فيهم شويه، انا عزيز عليا نغطسهم في الجنجلان. فوالا اون بليس راه العجينه راه غادا تكبر لينا مازال، يعني قد ما درنا قد ما هذاك الجنجلان غادي تطلق لينا في الكراس ديالنا. فوالا غنديرو هاد الطريقه نكملوهم، وغادي ندخلوهم نيشان الفران. وكيف ما كتشوفوا ها هما الكراس ديالي كيفاش جاو، كيجو بحال هاد الطريقه من الوسط، وريتكم هما كيجو رطبين. فوالا نتمنى الوصفه تعجبكم، وفوالا اللي عندها شي اقتراح تخلي ليا في لي كومونتير. ايوا والتساؤلات ديالكم حتى هما كنحاول نجاوب بقدر الامكان. نتمنى الوصفه تعجبكم، ونخليكم لا بروشين فيديو ان شاء الله. بسلامه عليكم.